الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا كل ما ألهى، كل ما ألهى عن شهود الجماعة الواجبة فمحرم، كل ما ألهى، ألهى يعني أشغل وصرف الإنسان عن شهود الجماعة الواجبة فمحرم، وبرهانها قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهذا وإن كان في خصوص صلاة الجمعة، إلا أن علته عامة، والمتقرر عند العلماء أن العبرة بعموم التعليل لا بخصوص السبب. فإذا نزل نص له علة عامة على في معالجة جزئية فلا تقف عند الجزئية، وإنما اعمل بعموم العلة. لماذا حرم الله الاشتغال بالبيع في يوم الجمعة؟ قال: لأنه يشغل عن شهود الجماعة الواجبة. فإذا علمنا أن كل جماعة واجبة فيحرم الاشتغال عنها بأي شيء يلهيك أو يصرفك. فلا يجوز البيع ولا الشراء، بل ولا عقد النكاح ولا المجالس الجانبية، فضلا عن متابعة المسلسلات والدوري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فجميع ما ألهاك وصدك وأشغلك عن شهود الجماعة فمحرم. ويستدل عليها بقول الله عز وجل مبينا واحدة من علل تحريم الخمر: إنما يريد الشيطان، أي بالخمر والميسر، أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فإذا كل ما أشغل وصد فهو محرم.